في عندنا موضوعين مهمين جدا. موضوع منهم بالغ الأهمية وهو متعلق تحديدا بمجلس النواب وبشكل أكثر تحديدا لجنة الإسكان في مجلس النواب. طيب لجنة الإسكان بإذن الله الأسبوع الجاي هتشتغل على إيه؟ على قانون البناء. اللجنة هتشتغل على قانون البناء. هتشتغل على إيه في قانون البناء؟ ما هي التعديلات المزمع ادخلها على القانون؟ إيه هي أو إيه هو شكل القانون في مجمله؟ خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان. أهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا يوسف بيه. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا فندم. نقول لك الاعلام اللامع ولا معالي النائب؟ اخوك يوسف. اصلا حاجه زي ما انا بحب الحاجه امين، بحبش برضه بحب يتقال الحاجه امين. طيب احلى حاجه، يا رب كلنا ربنا يوعدنا بالحج كمان. طب حاج امين، السؤال بقى يا اخويا يوسف، ربنا يخليك يا رب، قول لي احنا هنعمل ايه الاسبوع الجاي في لجنه الاسكان؟ ايه هي التعديلات المزمع او اللي بيفكر الساده النواب في ادخالها على القانون؟ لا ده الدوره دي بقى والسنه الثالثه بتاعتنا، دور العقد الثالث ده دور ساخن جدا بالنسبه للجنه الاسكان. عندنا العديد من القوانين المهمه جدا واللي بتمس جزء كبير من جموع الشعب المصري، تنعكس عليهم، ما تنعكسش بس على المقاولين او على المطورين العقاريين، لا ده دول وراهم جيوش من العماله طبعا اللي بتشتغل، والعديد من الصناعات اللي قايمه على صناعه البناء. المواضيع مهمه جدا. النهارده كنا بنناقش تعديلات قانون 84 لسنه 2017 اللي هي التعويضات عن العقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامه. قانون البناء الموحد كان جانا من اسبوعين، وبعدين السحب برضه ليتم عليه بعض التعديلات المهمه، وهو من اهميه القانون يعني الحكومه سحبته وتدخل عليه بعض التعديلات، وان شاء الله يجيبنا الاسبوع الجاي. هو لسه ما جاش وما اتفرجش على النواب اعضاء اللجنه، انما احنا لينا شويه قضايا وشويه اهتمامات في القانون، يعني منها موضوع تسريع وتحريك التراخيص. طبعا احنا شايفين الرخص كلها وقت القرى والاحوزه العمرانيه. أيوه. وده يعني مقلل او بيبطئ وتيره العجله المقاولات في مصر دي، موضوع الاحوزه العمرانيه دي كلها في اهتماماتنا، مواضيع الثروه العقاريه والحفاظ على كيفيه الحفاظ عليها، وده هيبقى من خلال قانون اتحاد الشاغلين او هيبقى من خلال قانون تعديلات قانون البناء الموحد. آليه ضبط السوق العقاري برضه هيبقى عندنا آليه لضبط سوق التطوير العقاري والمطورين العقاريين. هيبقى برضه هيجي لنا قانون بالعقود الموحده عشان موضوع عقود الإذعان والاختلافات الجوهرية اللي بتبقى في العقود المقاولات وعقود التطوير العقاري. لا الموسم هيبقى ساخن جدا يعني. واضح واضح. والله المستعان. قدها وقدود يعني. قدها وقدود يا حاج أمين. طب هنا يمكن يجي لي احنا في إطار إن احنا يعني برضو الحكومة يعني تعديلات القانون اللي جات لنا النهارده 84 ل 2017 رسالة إيجابية للمستثمرين ولمجال الاستثمار والمقاولات والتوريدات. طب ده احنا هنا بنتكلم على تقريبا على رؤية أساسها هي مسألة تسريع العملية وفي نفس الوقت التسهيل بشكل عام في صناعة العقار في مصر. يعني معاك يا حاج، صناعة العقار في مصر الصناعات المهمة جدا، واللي هي يعني بدون مبالغة طبعا رؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة لما في خير الشعب المصري. يعني صناعة العقار هي اللي كانت قايدة خاطرة التنمية في مصر في الفترة اللي فاتت وفي سنوات الظلام الحالية اللي مررنا بيها، كان صناعة العقار هي اللي قايدة خاطرة التنمية. كان في رؤية القيادة السياسية والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع
وال 14 مدينه والعاصمه الاداريه والعلمين الجديده، ومش مجرد مدن، لا دي مدن متكامله. صحيح. مدن العلمين الجديده مدينه صناعيه زراعيه سياحيه، يعني دي مدينه متكامله. العلمين الجديده دي لوحدها حدوته، دي عايزه لها حلقات مش حلقه. طب انا عندي سؤال يا حاج امين، يمكن من المناقشات اللي كانت بتدور في لجنة الإسكان قبل كده وحتى ما بين النواب حتى من غير أعضاء اللجنة، كنا نسمع عادة حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إنه يجي يقولك والله مثلا فلان الفلاني كان ماشي في التراخيص بتاعة المبنى ده ولا العمارة دي ولا العقار ده، وخلاص هيستلم الرخصة وجات الكورونا فالحكومة قالت وقف لحد هنا، فيجي يقول لك طب انا رخصتي جوه وما استلمتهاش فكده راحت عليا ولا ايه؟ ولا هخضع لقانون البناء الموحد والاشتراطات العقاريه الجديده، اشتراطات البناء الجديده؟ فده برضو ده سؤال. السؤال الثاني كان بيبقى برضو متعلق بانه والله انا ببني في شارع كل الناس حواليا بانيه مثلا ايه 12 دور، انا بالقانون الجديد هضطر ابني ارضي واربعه متكرر، طب انا هعمل ايه؟ الناس دي هنتعامل معاها ازاي في اطار التعديلات الجديده؟ ويمكن المناقشات زي ما وصفناها بانها شديده السخونه او الموسم الساخن للجنه الاسكان تحديدا في هذا الفصل. هو يعني الرخص اللي اكتسبت مركز قانوني وتم استكمال واستيفاء جميع اوراقها قبل وقف الكورونا، لان وقف الكورونا اعقبه على طول قرارات الإسكان الجديد. المفروض دي ان هي اكتسبت مركز قانوني وان الرخص دي تصدر. ما هو ما استلمهاش فهيجي يقول لك طب انا هعمل ايه دلوقتي ما انا ما لحقتش استلم. لا هي المفروض ان هو طلب ان هي كل الاوراق اتقدمت واستوفت الشكل القانوني على الاشتراطات القديمه، فدي تصدر على الاشتراطات القديمه. ده اللي المفروض يحصل ولا اللي احنا ناويين نعدله في القانون؟ هو ده المفروض يحصل، وهو ده اللي كان تم الاتفاق عليه. هل في بقى بعض الايادي اللي بتبقى مرتعشه انما بيصدروا للقياده السياسيه يعني مش عارف مشاكل يعني وكل حاجه، انما يعني هي قياده سياسيه. طيب بخصوص مساله التباين، يعني يميني وشمالي طالعين 12 دور وانا اشتريت الارض على هذا الاساس، جيت دلوقتي ابني هيتقال لي لا ارضي واربعه متكرر، اعمل ايه؟ واحنا شايفين التكدس اللي حصل في القاهره وكانت وصلت لحاله ان هتبقى سرعه الشوارع صفر، وكان يعني الحاله المترددية لولا ان القياده السياسيه ورؤيتها الحكيمه ومشاريع البنيه التحتيه وتطوير البنيه التحتيه في القاهره كان بيتعمل في عشرات السنين اللي اتعمل في سنتين ثلاثه طرق وكباري والدنيا يعني. فاحنا مش عايزين الكلام ده يعني نرجع بعد سنتين ثلاثه نلاقي ان احنا رجعنا للحاله صفر تاني. صح حاج امين، كون ان احنا بنحافظ على يعني هو بص في اي قانون واي قرارات بتطلع بيبقى ليها شيء من الضرر، يعني زي ما تقول ايه زمان جرح الثور، فيعني لازم احنا نبقى متقبلين كده وفي صالح ونتعامل في الاطار القانوني جموع الشعب المصري. صحيح، لاجل المصلحه العامه. انا بشكرك جدا 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 حاج امين، كل الشكر لسياده النائب المهندس امين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنه الاسكان.